السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأطرق حول ميثود دوغوس، يعني باستعمال ميثود دوغوس حل هذا السيستم لينيال. فقط تذكير أن هذا الامتحان مصدره من جامعة تيليمسان شعبة الأستي ومادو. للتذكير أن هذا الامتحان، جزاه الله خير الأستاذ الذي وضعه على المستوى. للتذكير أن هذا التمرين يستفاد جميع الذين يدرسون الجبر اثنان ومادو، يعني حول السيستم لينير الجبر لينير. أعطينا هذا السيستم، قال باستعمال جوز أوجد هذا الحل. سنستعمل الطريقة ميثود آتا جوز. إذا للتذكير فقط يمكن كتابة هذا يعني أن هذا السيستم ماذا يكافئ؟ يكافئ أن A يساوي B، بحيث B يساوي 2 ناقص 1 ناقص 1، و A يساوي 1 2 1 2 1 1 و 1 ناقص 3. هناك يقول لماذا كتابة؟ شوف فقط هنا المضروب في X نضعه هنا باسم السطر الأول، والمضروب في Y نضعه هنا اللي هو 2، والمضروب في Z نضعه هنا باسم السطر الثاني نفس الشيء. المضروب في اكس يكون هنا، المضروب في اي يكون هنا، المضروب في زد يكون هنا. هنا كذلك بنفس الشيء، المضروب في زد هو 2، والمضروب في اي هو ناقص 3، والمضروب في اكس هو 1. اذا هذا هو للتذكير. الان بالنسبه لميثود دوغوس ماذا نفعل؟ نقوم بكتابه هذه الماتريس كما تلاحظون هنا بهذا الشكل، ثم نضع خط ونكتب 2 ناقص 1 1. الشيء الاساسي في ميثود دوغوس هو نحاول ان نجعل 2 صفر و1 صفر وناقص 3 صفر، معناتها نضعها على شكل ماتريس دياغونال، معناتها هذه الماتريس تكتب بهذا الشكل، يعني هنا صفرية وهنا القطر موجود فيه وهنا موجود فيه هنا في الاسفل، لكن نقصد هذا الجزء فقط، يعني نقصد هذا الجزء الاول فقط. اولا ماذا نفعل حتى نجعل 1 و2 صفر؟ حتما ان اذا اردنا نجعل 2 و1 صفر سنستعمل السطر الاول، يعني سنستعمل فقط السطر الاول، واضح هذا الامر. وماذا نقول معناها في مكان 2 ماذا نضع؟ نضع ال دو ناقص 2 ال. لماذا وضعنا 2؟ حتى يكون 2 ناقص 2 يساوي الصفر. اذا معنى ماذا نقوم في مكان السطر الثاني؟ ماذا نضع؟ نضع هذا السطر كله ناقص السطر إذ مرتين السطر الأول في مكان السطر الثاني، وبعد حسابات سنجد هذا السطر. بالنسبة للسطر الأخير نفس الطريقة، ما هو العدد الذي يعني يضرب هنا في عدد حتى يكون صفر؟ هو 1. نعم، حتى ينتج يكون هذا يساوي صفر نقوم فقط بآل في مكان آل تروى، نضع آل تروى ناقص آل آ. إذا لما نضع آل تروى هذا كله ناقص الآن تنتج لنا هذه العبارة، 0 ناقص 5 و1 وناقص 3. الآن جعلنا هذا 0 وهذا 3، يتبقى لنا فقط ناقص 5 يجب أن نجعله 0. حتما سنستخدم السطر الثاني وليس الأول. لماذا؟ لأن هنا 0 مع 0 دوما تبقى 0، زائد أو ناقص. معناه ماذا نفعل؟ ال تروى ماذا يساوي؟ في مكان ال تروى ماذا سنضع؟ نضع ال تروى ناقص 5 على 3 ال 2. لماذا وضعنا 5 على 3؟ حتى تختزل 3 مع 3 ويتبقى لنا ناقص 5، ناقص 5 ناقص ناقص 5 معناه ناقص 5 زائد 5 ويساوي 0. إذا بعد حسابات سنجد هذا السطر بهذا الشكل. هنا نتوقف، أصبح الحل واضح. ماذا نفعل هنا؟ هنا نضع ماذا؟ هنا نجعل هذا السيستم بهذا الشكل، بحيث هنا هذا مضروب في زاد، وهنا مضروب في إيكغريك، وهنا مضروب في زاد، وفي الأول مضروب في إكس وإيكغريك وزاد. معناه أن 8 على 3 زاد يساوي 16 على 3. بعد حسابات ماذا نجد؟ سنجد زاد يساوي 2. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضع هنا 2 ونجد فقط للتذكير أن هذا السطر ما كيف وجدناه. كذلك ناقص 3 زاد في ناقص ناقص 3 إيكغريك في ناقص زاد تساوي ناقص 5، وفي الأعلى ماذا؟ إكس زائد 2 إيكغريك زائد زاد تساوي 2. إذا هذا هو بالنسبة العبارة كيف نستنتجها من هذا الشكل. بعد ذلك زاد تساوي 2، بعدما نعوض زاد ب2 نجد إيكغريك يساوي 1، وبعدما نعوض بإيكغريك يساوي 1 نجد إكس يساوي ناقص 2. إذا هذه هي الحلول باستعمال ميثود دوغوس، هي 2 ناقص 2 و1 و2. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.